عايزين نطمن الساده المشاهدين على توافر الادويه في السوق. احنا طبعا بقالنا حوالي شهر في ضخ كميات كبيرة من الأدوية، يمكن في لقاء معالي الوزير الدكتور علي الغبراوي مع دولة رئيس الوزراء، هو ذكر بأنه تم ضخ أكثر من 11.5 مليون عبوة دواء من الأدوية الناقصة، والمصانع الدواء بتشتغل بطاقة إنتاجية عالية، وأي مواد خام مش موجودة بيتم إحضارها على طول بالطيران، وفي نفس الوقت الأدوية اللي هي المستوردة اللي ملهاش بدايل جات منها كميات كبيرة بحيث إنه يسد احتياجات السوق. أكيد دكتور علي، يعني في أدوية معينة كان فيها نسبة عجز يمكن في الفترة اللي فاتت، وحضرتك بتقول إن في أدوية تم ضخها مؤخرا، إيه أكتر الأمراض اللي كان عندها نسبة عجز وتم ضخ أدوية مناسبة ليها؟ هو طبعا أدوية الضغط والسكر وأدوية ومضادات حيوية وبعض أدوية الإسهال. هي القضية في أنه إحنا في مصر عندنا التعامل مع الدواء بيتم بالاسم التجاري، وده اللي عظم من المشكلة وده اللي كبر منها. إنما هذه الأدوية كان لها بدائل ومسائل، كان ليها بدائل ومسائل، وكان ممكن نرجع للصيدلي وللطبيب وكان سهل إن إحنا نحل هذه الأزمة. القصة مش إن أنا النهاردة الأزمة إن شاء الله زي ما رئيس الوزراء قال بثلاث شهور، يعني على الشهر الجاي هتكون انتهت. القصة في إن إحنا لابد نبدأ نبص إن إحنا نمشي زي ما أوروبا وأمريكا من ناحية علمية، الاسم العلمي هيحل كتير من المشاكل. النهارده ده ضغط بتاعي لو ثمنه وصل ل 100 جنيه وفي زيه نفس التركيبه 50 جنيه، انا اولى بال 50 جنيه الفرق. طيب لانه الادويه نفس الكفاءه. دور مين يا فندم التوعيه بقى بالنقطه اللي حضرتك بتتكلم عنها دي؟ يعني انا مثلا لو رحت كشفت والدكتور كتب لي اسم دواء معين، بروح للصيدلي بيقول لي ده مش موجود في البديل بتاعه، ببتدي اخاف. بعض الناس يجي يقول لك ايه، اصل الصيدلي عايز يبيع الدواء اللي موجود عنده وخلاص. ازاي نقدر نوعي الناس بالماده الفعاله بتاعه الدواء، يعني نبتعد زي ما حضرتك بتقول كده عن اسم الاسم التجاري بتاع الدواء؟ اولا ده سؤال كويس قوي. دور مين ده مهم. اول حاجه هيئه الدواء بدات فعلا بانها منزلت على موقع بتاعها الادويه البدائل والمسائل، الادويه الاكثر مبيعا وبدائلها ومسائلها. تمام. فده الخطوه الاولانيه. الخطوه الثانيه هي الاعلام، والاعلام مهم جدا في التوعيه ان جميع الادويه المصريه بنفس الكفاءه ونفس الفعاليه ونفس الجوده، ولا يوجد دواء درجه ثانيه او درجه ما بيتحطش في ماده فعاله، لان هيئه الدواء لا تسمح بهذا. هيئه الدواء بتراقب جميع مراحل التصنيع والتحليل والتوزيع، فالمنظومه كلها تحت رقابه الدوله ورقابه صارمه رقم واحد. رقم اثنين بالنسبه لي معالي وزير الصحه دكتور خالد ابو غفار، هو كان نزل من 8 شهور مناشده للاطباء بكتابه الدواء بالاسم العلمي. لو حضرتك رحت التامين الصحي او وزاره الصحه او مستشفيات الجمعيه هتلاقي الساده الزملاء الاطباء بيكتبوا الدواء بالاسم العلمي، وغير مسموح لهم يكتبوا بالاسم التجاري. تمام. فهي بتطبق في المستشفيات الحكوميه. فهو بالاضافه لنقابات الاطباء برضو انها تدعم هذه الفكره، لان في الاخر احنا يهمنا مصلحه البلد ومصلحه المواطن في ان احنا ما يبقاش في ازمات، واحنا اوريدي عندنا دواء، مصر فيها دواء، ولكن هي قصة ثقافة لابد ان احنا نحاول نغيرها.